إذ وصلت جائزة الدولة للمبدع الصغير إلى خط نهايتها بإعلان الفائزين بها، والتي تعد رائدة وفريدة من نوعها، حيث خصصتها مصر للأطفال للمرة الأولى، وتحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، لتأتي تكليلاً وتعبيراً لاهتمام الدولة بهم وتقديراً لموهبتهم وإبداعهم. كان في إصرار الحقيقة من وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة بأن كان ممكن ننتظر يعلن عنها للعام القادم، على أساس أنها خلصت في يعني إجراءات الجائزة والتصديق عليها خلص في فبراير، ولكن إحنا أصرينا الحقيقة أن لازم نعلن عليها السنة دي من فرحتنا بأن في حدث هام جدا بيحدث في مصر وفي الوطن العربي، وهو إعلان هذه الجائزة الفريدة والنادرة الحقيقة. فاز بالمسابقة 17 طفلاً، وخضعت الأعمال للتحكيم من خلال لجان متخصصة ووفق معايير دقيقة لضمان وصول الجائزة لمن يستحقها بالفعل. زي ما شفنا النهاردة عندنا 17 مبدع صغير، هما في الأصل مفترض يكونوا 16 في الفروع المختلفة، لكن لأن كان في مشروع مشترك ما بين اثنين، فكان النهاردة إعلان عن 17 مبدع صغير في هذه الفروع. الجائزة تقدم لها أكثر من 4000 مبدع صغير من كافة أقاليم مصر ومحافظاتها، تم قبول أعمالهم دون أي تمييز، فمن فازوا عبروا لكاميرا من مصر عن مدى سعادتهم بما فيهم وعلى رأسهم ذوي الهمم. طبعا مبسوطة جدا جدا يعني ان هم في وسط كل الهيصة دي بيكرموا أولادنا وبيهتموا بيهم. النهاردة كرموني عن الغنى، مبسوطة جدا جدا، انبسطت قوي. النهاردة اتكرمت بجائزة الدولة للمبدع الصغير في الشعر في عمرية تانية، فرحت جدا ان انا خدت جائزة بالقدر ده يعني والقيمة دي. كسبت النهاردة، حصلت على المركز الأول في مجال تطبيقات ومواقع ويب لفئة عمرية من 12 ل 18 سنة. فكرتي عبارة عن برنامج بيساعد ذوي الإعاقة الجسدية إن هم يستخدموا الكمبيوتر بناء على حركة وشهم بس. هما كلموني وقالوا لي إنك طلعتي بالمركز الأول وعايزينك يوم الأحد هتتكرمي، ومبسوطة جدا إن أنا قدمت فيها، ومبسوطة يعني الأستاذة انتصار السيسي إن هي عملت المسابقة للأطفال، ومبسوطة جدا بالمسابقة اللي أنا طلعت بالمركز الأول. برضو كان حلم من ضمن الأحلام، بس هو حلم كبير قوي يعني. جائزة الدولة للمبدع الصغير شملت أفرع الثقافة والفنون والإبداع والابتكارات العلمية، لتكون الحقيقة الثابتة أن نهر الإبداع في مصر متدفق مليء بقدرات أطفال اليوم نحو مستقبل واعد وأفضل بعقول أبناء مصر. جائزة المبدع الصغير تعكس اهتمام الدولة المصرية بالنشأ عبر الإيمان بهم ورعايتهم بهدف تنمية موهبتهم عبر مؤسسات الدولة، التي اختارت أن تكون الجائزة منطلقاً من منطلقات عدة لبناء الإنسان المصري منذ الصغر. سارة شلبي من مصر. جائزة مهمة جدا بتكمل مشوار جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية والنيل والتفوق، جائزة كبيرة قوي في مضمونها وفي محتواها، لأنها بتتكلم عن النشأ، ومصر غنية قوي بالمواهب وبالأفكار الحلوة اللي محتاجة حد ينقب عنها، ينقب عن الكنوز دي. فجائزة زي دي بتفتح الباب علشان نكتشف المواهب اللي ممكن تكون موجودة في بيوتنا، في المدارس، حتى في ظروف ممكن تكون صعبة زي دور الأيتام اللي منها أحد الأطفال اللي قدروا إن هم يفوزوا ويكسبوا جائزة المبدع الصغير. كل التحية والتقدير لهذه الجائزة لما فيها من معنى وقيمة كبيرة جداً. خلينا نتعرف على المحتوى لهذه الجائزة، جائزة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية قرينة الرئيس السيسي السيدة انتصار السيسي، ونشوف إزاي تمت هذه الجائزة منذ البداية، منذ أن كانت فكرة إلى أن شاهدنا النهاردة هذا الحفل العظيم للإعلان عن أسماء أولادنا اللي عندهم مواهب عظيمة، مع الدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة، ضيفنا وضيف حضراتكم في الاستوديو. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا يا دكتور، وألف مبروك الحقيقة انطلاق المسابقة ونجاح المسابقة حتى حفلة النهاردة. أكيد حضرتك واحد من الناس السعيدة النهاردة أنك تشوف الأطفال الجمال دول وهم مبدعين في أكتر من مجال، وهم بيتكرموا والدولة بتكرمهم. أهلا بحضرتك، وسعيد بوجودي معاكم.
الحقيقة أنا أقدر أقول مبروك لنا كلنا. اليوم الحقيقة كان يوم فرح ويوم بعتبره من الأيام المتفردة بالنسبة للأطفال والنشأ في مصر، لأنه ما حدث اليوم وبعد أن أعلنت معالي وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم الأسماء الفائزين، الحقيقة كنا مستشعرين قد كده السعادة عند الأطفال عند أولياء الأمور، حسوا إن هم فعلا في اهتمام من هذه الدولة بيهم. الموضوع مش مجرد مسابقة وبتعدي، طبعا هناك جهات ومؤسسات كثيرة ولها كل الاحترام بتنظم فعاليات ومسابقات، لكن يبقى اسم مصر له بريق ورونق مختلف، وعندما تخصص الدولة المصرية جائزة تحمل اسمها ده وضع الحقيقة مختلف تماما. الدورة دي على وجه التحديد لها وضعية خاصة لأنها الدورة الأولى، وأعتقد أنه ما حدث اليوم سيظل عالقا في أذهان هؤلاء الأطفال والنشأ إلى فترة طويلة جدا. وأزعم أنهم سيكونوا من يعني المتفاخرين بهذا الإنجاز حتى مع أولادهم فيما بعد، وسيحكوا لهم أنهم كانوا أول من فاز بجائزة الدولة للمبدع الصغير. أنا متخيل السيناريو اللي هيحصل، لأنه الحقيقة يمكن هم الآن في مراحل عمرية خاصة الفئة العمرية الأولى لسه صغيرين، لكن بالتدريج وقع وتأثير جائزة بتحمل اسم مصر ده الحقيقة يعني السن ده كمان. في السن ده، وحضرتك زي ما تفضلتي مصر كان لها ريادة دائما ثقافية في مجال استحداث جوائز الدولة. صحيح. كنا أول دولة بتستحدث جائزة لمفكرين والمبدعين والمثقفين فيها في خمسينات القرن الماضي، بتعود مصر مرة أخرى لتكرس هذه الريادة في جائزة جديدة للأطفال والنشأ لأول مرة على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى إفريقيا. فالحقيقة هي كانت احتفالية، سعدنا اليوم وشعرنا أنه هو تتويج لجهد بدأ منذ العام الماضي في بداياته الحقيقة، تحديدا عندما تقدمت وزارة الثقافة بمقترح للحكومة لاستحداث الجائزة. وافقت الحكومة، تم تحويل الأمر إلى مجلس النواب، وافق مجلس النواب في أغسطس، ثم كان التصديق من فخامة السيد الرئيس في أكتوبر الماضي، وبعدها يعني أشهر قليلة وضعت الجائزة تحت الرعاية الكريمة للسيدة قرينة السيد الرئيس. ثم بدأت المسابقة والناس قدمت، الأطفال كمان بنتكلم على الأطفال الفئة العمرية الأولى من 5 سنين ل 12 سنة، كان في 708 ولد و 1262 بنوتة، والفئة العمرية من 12 سنة ل 18 سنة 764 ولد و 1602 بنوتة، يعني البنات ضعف الولاد في اللي كانوا متقدمين، وده واضح ان الابداع عند البنات اكتر. وفي النهايه فاز 17 فاز 17 ولد وبنت بالجوائز في الثلاث فروع، سواء كان في الاداب او في الفنون او في الابتكار والابداع. نرحب باربعه بعد اذن دكتور باربعه من ابطالنا المبدعين الصغار. نرحب بليديز فيرست بقى، يعني نرحب بالبنوته الاول لجينا علي. ولوجين هي الفائزة بمسابقة الشعر الفئة الأولى بالمبدع الصغير، مبروك يا لوجين. وإياد معتز الفائز بجائزة الابتكار الفئة العمرية الأولى، ده إياد صاحب تطبيق إلكتروني خاص بالعاصمة الإدارية الجديدة. كمان بنرحب بمبروك حسين ناصر بهجت الفائز بجائزة الرسم الفئة الأولى، وكمان يوسف حسن الفائز بجائزة المبدع الصغير في الغناء، وسبق وانه شارك قبل كده في The Voice Kids. فبرحب بكم كلكم والف مليون مبروك يا حبايبي. الله يبارك في حضرتك. ما شاء الله عليك. ده ايه النور ده؟ الله يبارك في حضرتك. ايه النور والشياكه والاناقه والجمال ده؟ بحييكم كلكم. وعايزه اسالك يا لوجين، النهارده انت الله يبارك فيك يا دكتور. الله يبارك فيكم انتوا يا رب وفي عمركم ويحفظكم كلكم يا رب، انتوا وكل اللي كانوا موجودين النهارده وكل اولادنا النهارده. يا لوجين يعني كنت حاسه بايه؟ وكنت فاكره ان انت هتقدري توصلي فعلا للجائزه
يعني كنت مقدمة عشان خاطر الجايزة ولا كان نفسك حد يعني يشوف إبداعك وشغلك؟ كان نفسي كله يشوف إبداعي وشغلي. طب قولي لي بقى يعني حته كده من ابداعك وشغلك. احكي لي عملتي ايه. انت شاعره الاطفال الاولى دلوقتي يعني شاعره اطفال مصر الاولى. قولي لي بقى يعني عملتي ايه علشان ترتبي كده اوراقك وحاجتك الحلوه اللي هتقدميها للجنه، لان في لجنه طبعا لجنه التحكيم. قولي لي. اولا انا وبابا عرفنا من على النت ان في مسابقه وكده، فبعديها بابا قال لي تعالي نقدمه ورحنا نقدم، فبابا قال لي ايه اكتبي بقى وكده، فكتبت وعملت 6 قصايد، هو المفروض 5 بس انا عملت 6. ما شاء الله. طب ما تقولي لي كده ونقول للناس وانت على الهوا دلوقتي بتنشعري كده من قصيده انت مألفاها. حاضر. يلا بينا. قصيده انا بنت مصر، انا بنت مصر جوه التاريخ وفي كل عصر، سني صغير عندي حلم بألف نصر، أنا بنت مصر علمونا في مدرستنا الجنود يحموا الحدود، وإن مصر الغالية بلدي وإنها كل الوجود، مصر فوق تاج العروبة وإن أعدائنا اليهود، مصر شايلة الحمل دايما لأجل دين الله يسود. أيوة سني صحيح صغير بس أهلي يا ناس أسود. الله يا لجين. الله بس كده. جميلة رائعة. طيب خلينا نروح وهنرجع لك تاني طبعا، ولكن عايز حضراتكم تركزوا مع إياد، مع المهندس إياد معتز صاحب جائزة الابتكار في الفئة العمرية الأولى، صاحب تطبيق إلكتروني، عامل تطبيق على التليفون المحمول خاص بالعاصمة الإدارية الجديدة. يا باش مهندس إياد ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. عندك كام سنة إياد؟ عندي 9 سنين. ما شاء الله عليك. قول لي بقى الجايزة والتطبيق اللي انت خدت فيه الجايزة، يلا اشرحه لنا هو على الهوا دلوقتي. ماشي. انا عملت تطبيق عن العاصمة الإدارية الجديدة، بيتكلم عن كل حاجة فيها، فيها بوتونز، لو دوسنا على بوتون يفتح لنا نص بيدينا معلومات عن العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث لو أي حد عايز يعرف معلومات عن العاصمة الإدارية الجديدة أو معلومة معينة بدل ما يقعد يدور على النت وفي المقالات الكثيرة يقدر يفتح الابليكيشن وبعدين يدوس على الزرار اللي هو عايزه يفتح له نص مكتوب فيه كل المعلومات اللي هو محتاجها. طيب كويس قوي. ده انت ما شاء الله يعني هنشوفك بكرة يعني حاجة كده عظيمة ومهندس كبير. عايزة انا عارفة ان احنا مسهرينكم الاول وباين واضح يعني، فعايزة سريعا كمان اروح لي. مبروك مبروك حسين، يا مبروك الف مليون مبروك ليك ولمدرستك استاذة زينب ولكل الناس اللي كانت حواليك لحد ما شفناك النهاردة وانت بتاخد الجايزة. انت رسمت احمد المنسي؟ الله يبارك فيك. قولي رسمت الشهيد المنسي؟ رسمت احمد المنسي. طب احكي لي بقى ايه اللي حصل وازاي يعني جات لك الفكره، والمدرسه الجميله اللي بحييها وبقول لها كمان هي مبروك. رسمت. ازاي عرفت المسابقه وقالت لك ايه واخترتوا الفكره؟ احكي لي كده، عايزين نسمعك يا مبروك. الصوت في حاجه. طيب مبروك. الصور اللي جنبك دي كلها انت اللي راسمها صح؟ يعني ايه قالت لي المسابقه شفتها على النت. ايوه اتفضل. ها فهي قالت لي تعالى نشوفها مبروك نقدم فيها. كويس. فالاول نزلنا نبص بقى على المناظر بقى حتى دي اللي انا رسمتها. فبرحلك يعني نزلتني وقعدت اصور نشوف كام كده يعني الناس قدامي، بيئه شعبيه مثلا نوبه، اشوف ناس قدامي حقيقيه وافكر بعدين ابدا انا ابدع بقى. قول لي انت
شايف يعني موهبتك دي جميل، الموهبه اللي انت يعني اللي عندك دي مبروك، والجائزه اللي انت خدتها يعني اقدر اقول جائزه الرسم الاولى، انت افضل يعتبر طفل بيرسم في الولاد اللي قدموا والبنات اللي قدموا في المسابقه. شايف ده بيمثل لك ايه يا حبيبي؟ شايف ده بيخليك بتفكر ازاي في المستقبل؟ عايز تبقى ايه؟ عايز اكون فنان تشكيل ان شاء الله، اخش كليه فنون جميله ان شاء الله. بالتوفيق يا حبيبي، تبقى احسن فنان كبير ان شاء الله. اكيد ان شاء الله هتبقى احسن فنان كبير باذن الله. احنا كده بقى لنا لسه مبدع كمان، يوسف. الحنجره الذهبيه، ويوسف حسن هو الفائز بمسابقه المبدع الصغير في الغناء. ويوسف واضح ان هو ما شاء الله عليه نجم، صح؟ أيوة. كده مش كده يا دكتور؟ واضح ان هو نجم. يلا يا يوسف، الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. لا، وعامل قصة شعره بتاعه. أيوة. نجم نجم يعني. اياد مهندس في شكله، ويوسف فنان في شكله، وكل حد مبروك فنان. قلت مش كده؟ كل واحد بالظبط. ايوه، كل واحد يعني اللي امله يعني وطموحه فيه هو مرسوم على ملامحه، موهبته باينه عليه. ايوه صحيح. فعلا. طب يا ترى صوتك حلو بقى يا بطل، يعني عشان تاخد الجائزه دي، يعني انت الرقم واحد في مسابقه الغناء. قول لنا انت عندك كام سنه، واحكي لنا كده على مشوارك الغنائي. انا عندي 15 سنه، اسمي يوسف حسن من القاهره. بدايتي كان بابايا منشد ديني، بينشد مع احمد الكحلاوي طبعا. الله. انا ساعتها سمعته، كان عمري 5 سنين، وروحت جنت له. فهو ساعتها بقى اكتشف موهبتي، وقعد بقى يسمعني وانشد ديني كتير قوي قوي قوي، وقعدت احفظ منه كتير. بعدها اخويا احمد حفظني برضك اغاني وكده، دخلت مهرجان موسيقى العربيه، خدت مركز تاني، ما يأستش وكده. رحت مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية تبع دكتور عبد الوهاب السيد، دكتور داليا وكلهم طبعا. بعدها دخلت تاني مهرجان موسيقى عربية، خدت مركز أول ساعتها. بعدها أخويا أحمد قدم لي في برنامج ذا فويس كيدز، وبابايا هو اللي قعد يحفظني. بعدها الحمد لله عديت كذا مرحلة لغاية ما وصلت للنهائي. وبعد كده كان في الافتتاح بتاع المبدع الصغير، الحمد لله جنيت فيه، حبيت بلدي مع مركز تنمية المواهب. بعدها فتحوا باب التقديم، دخلت في باب التقديم، جنيت 3 أغاني في سي دي بابا راح اقدمها لهم. جنيتي حلوة نديلي، والجندول، وعبور قولي. طب ده انت فنان خالص كده. نجحت الحمد لله، ورحت التصفيه النهائيه وخدت الجائزه النهارده. وبعدين انا شايفه بعدين. انا شايفه حفلات وبتغني مع نانسي عجرم وواقف على المسرح، ما شاء الله. سمعنا حاجه بقى، يلا. اتبسط قوي لما قلت نانسي عجرم. اول ما قلت نانسي عجرم خالص يعني. طيب يلا سمعنا حاجه، كنت بتغني مع نانسي عجرم ايه؟ يلا. سمعنا حاجه يلا. غنيت يا حلو نديلي، وحبيبه عناية، وبهية. اختار حاجة وغنيها لنا دلوقتي عشان زمايلك كمان بقى يسمعوك. ماشي. يا حلو نديلي، وشوف ما نديلي. يا حلو نديلي، وشوف ما ناديلي. يا حلو ناديلي، ودي طرحة بتترتر على حرير القلب، ودي طرحة بتترتر على حرير القلب. فوق الجبين وتجنن الخطاب، منسوجة يا طرحة للعز والفرحة، منسوجة يا طرحة للعز والفرحة. وللمواويلي يا حلو ناديلي. ايه
الجمال ده يا واد يا حلو انت. ايه ما شاء الله. ده انت واد حلو ما شاء الله. شكرا. ربنا يحفظك يا حبيبي ويحفظكم كلكم. احنا طولنا بس على الدكتور هشام، ولكن معلش يا دكتور اسمح لي. ده بالعكس. انا يعني هناخد راي حضرتك، ولكن عايز ارجع تاني للمهندس اياد. المهندس اياد معتز صاحب التطبيق، راي حضرتك فيه ايه؟ شوف حضرتك، انا النهارده حتى قلت لاياد الصبح، اولا انا سعيد جدا بكل يعني هذه الطاقات المبدعه. الحقيقه كل طفل سبحان الله بتجد انه حتى شكلا وسلوكا الاتيتيود بتاعه متفق تماما مع موهبته. انا قلت لاياد ده الصبح النهارده، قلت له اياد انا حتى لو مش عارف انت فايز في اي جائزه غالبا انت شكلك مبتكر مخترع. شكلك مخترع عالم ما شاء الله حبيبي عليهم وعليه خصوصا يعني كمان. وبعدين الحقيقه يعني بالنسبه للابلكيشن اللي عمله اياد بالذات، انا اكتر حاجه تبسط وتلفت النظر انه هو ما اختارش اي حاجه. ده واحد متابع الشان العام، متابع يعني ايه ان في حاجه اسمها عاصمه اداريه جديده، بيفكر انه ابلكيشن ممكن يفكر في اي موضوع تاني، بس هو حاول يفكر في ابلكيشن يفيد العاصمه، بيواكب ما يجري. ودي في حد ذاتها الحقيقه نقطه ايجابيه جدا. ده 9 سنين كمان. ما هو انا عشان كده بقول لحضرتك، هو الجوائز من هذا النوع الهدف مش بس ان انا ارسم او اغني او اعمل ابلكيشن، لكن ان انا اتعايش مع البيئه المحيطه، وان انا اكون ملم بالشان العام. لما اجي هغني هغني ايه؟ صح. لما اجي ارسم هرسم ايه؟ لما اجي اعمل ابلكيشن ايه الكونسبت او الفكره الاساسيه اللي انا هفكر فيها علشان اعمل حاجه مش بس عشان افوز بيها بجائزه، لا ده انا متاكد انه كان بيفكر ان هي هيكون ليها دور لو تم تنفيذها فعليا. وانا ازعم انه ده حاجه من الحاجات اللي ممكن تتنفذ. ممكن نساله السؤال ده يا اياد، مين ساعدك في التطبيق ده؟ وليه اخترت انك تعمل تطبيق الكتروني للعاصمه الاداريه؟ وتعبت فيه ازاي؟ يعني احكي لنا التفاصيل. يا ماما اللي كانت بتساعدتني في جمع المعلومات، وساعدتني في اني افكر في الافكار، و البرمجة يعني قابلت فيها شوية صعوبات زي مثلا الدروب داون في معرض الصور، كانت حاجة جديدة وكنت محتاج انتبه، لأن لو حتة واحدة صغننة بس باظت كل البرنامج هيبوظ. يا حبيبي حته واحده صغننه قمر. ما شاء الله عليه. انا عايزه ارجع تحياتنا لمامتك بالمناسبه، كل التقدير لوالدتك يا اياد ولكل الامهات والاسره اكيد اللي برضو كان ليها دور مش ممكن نغفله يعني في عمليه تقديمكم على الاقل للمسابقه. مبروك. انا عارفه ان الصوت بيوصلك بعد فتره، بس عايز اعرف اللوح اولا اللي وراك دي، ده يعني رسمك؟ ده شغلك؟ و قول لي كمان زمايلك النهارده رد فعلهم ايه بعد الجايزه. هم طبعا انبسطوا بيا يعني، ومفرحين يعني. لا ما كنتش اعتقد ان انا هم يكسبوا، ان انا اكسب يعني دي. انا كنت هكسب الجايزه، ما كنتش معتقدين ان انا هكسب الجايزه دي. فانت بقى كنت عند حسن ظنهم. بتقول لي عايزه ابقى فنان كبير، فنان تشكيلي، هو باين طبعا عليك انك بتحب الفن، وشايفين طبعا شغلك كمان دلوقتي على فكره على الهوا معانا يعني. كل الصوره صور شغلك بس. فقول لي يا مبروك، انت في فنانين كنت يعني بتشوفهم بتحبهم، بتحب يعني ترسم حاجه معينه، او بتحبهم علشان كده هم اللي شجعوك من شغلهم ان انت تبتدي تتجه للفن التشكيلي؟ كنت بروح مع عارض برضو مع الاستاذ زينة طبعا، وبفضلها الشكر. كنت يعني بروح مع عارض، والدار هنا كانت بتساعدني يعني. وكنت بروح مع عارض كتير، وبحب فنانين، بس دلوقتي مش فاكر فنان يعني مخصص. بس كنت بروح مع عارض فنانين بقى في الاوبرا، وبحضر كورسات مع استاذ زينة كشكوشة،
استاذ عبد العزيز الجندي، نزل مع اللقطه وكده. يعني الدار لما بتقول لهم ان في معرض في حته معينه عايز تروحوا، الدار بتوديك، مش كده حبيبي؟ مش كده مبروك؟ وهل بيوفر لك بقى الالوان والادوات اللي انت بتحتاجها كلها، ولا عايز حاجات اكتر يعني؟ صح. دي حاجة محترمة وعايزة احتفالية لوحدها والله. ان يعني الدار والناس اللي مسؤولة فيها. لا لا لا، يبقى عاوز حاجة اقول لهم هما يجيبوها لي، ما بيتأخروش في حاجة. طيب انت وانت كنت عند حسن ظنهم وما خذلتهمش، والف مبروك يا مبروك. انا بس مش عايزه لوجين بس يعني نكون طولنا عليها او تزعل مننا ولا حاجه. يا لوجين احنا مسهرينك. قولي لي قولي لي النهارده مامتك قالت لك ايه بقى، وباباكي واصحابك واخواتك؟ الفرحه اكيد كانت كبيره يعني النهارده، مش حاجه قليله. طبعا. قولي لي كده، احكي، ما انتش عارفه. ايه؟ احكي لي ايه اللي حصل بعد الجايزه يا حبيبتي، ده احنا مسهرينهم بجد. احكي لي ايه اللي حصل بعد الجايزه النهارده. كنت فرحانه قوي ان انا اخدت الجايزه. كنت مبسوطه فعلا. بتحبي تقري شعر لمين يا لوجين؟ للشاعر احمد فؤاد نجم، والشاعر هشام الجخ. طيب انت كل اشعارك، انت كل اشعارك كده يعني حاجات وطنيه ولا متنوعه في انتاجك الشعري يا استاذه لوجين؟ لا، في متنوع. يا سلام، اديني حاجه من المتنوع بقى. حاضر. قصيده اوعدك، أوعدك يا مصر بكرة، أوعدك والوعد دين، التاريخ مش عندي ذكرى مهما زاد ليه الحنين، التاريخ والمجد بيدي عندي محفور عجبين، والحضارة إني أبني والبنى طول السنين، إيد بتبني إيد بتحمي جيش بلادي يفرح القلب الحزين، أوعدك يا مصر بكرة، أوعدك والوعد دين. انت جميله يعني، حتى المتنوع بتاعك برضه في حب مصر يعني. كل يعني كل انتاجها واضح. واضح هنا يا دكتور ان الطفل بيبقى متشبع من المحيط اللي هو فيه، من البيت اللي هو بينشا فيه، او من المكان اللي هو موجود فيه. واضح جدا من الاطفال. انا عايز اهني الحقيقه، عشان انا اتكلمت عن اياد، عايز احيي لوجين على الابيات الشعر الجميله اللي هي قالتها لنا. عايز احيي يوسف، صوت ذهبي حقيقة. جميل. متميز جدا. ومش بس الغناء الحقيقة، الاسلوب هو ليه ستايل خاص بيه. يعني اعتقد انه ان شاء الله هيكون ليه مستقبل واعد جدا في المجال ده. تحية خاصة الحقيقة طبعا لمبروك. هذا التميز والابداع اللي هو وصل له. بحيي المدرسة اللي رعت هذه الموهبة، الأستاذة زينب. بنحيي الجمعية ككل اللي وفرت ظروف مناسبة اللي قدرت إن هي توصل مبروك لهذا المستوى. مرة أخرى نحن نتحدث عن جائزة دولة وليست مسابقة. العمل اللي فاز، والحقيقة إن الأعمال خضعت لمعايير دقيقة وصارمة جداً من خلال خبراء متخصصين في كل الفروع اللي اشتملت عليها اللجنه. بقى لجنه التحكيم. لا، اللجنه الحقيقه هي مش لجنه واحده. يعني اكتر من لجنه. اولا يعني اسماء اكيد. اسماء الحقيقه كبيره. خليني اقول لحضرتك ان التحكيم مر بمرحلتين اساسيتين. ايوه. بعد تلقي الاعمال كانت هناك مرحله اولى نقدر نعتبرها مرحله تصفيه او فرز. تمام. فيها تقييم علشان اللجنة تقدر ترشح أسماء وأعمال ترقى من وجهة نظرها ووفق المعايير الموضوعة ووفق للفئة العمرية اللي هي بتحكم لها إن هي تصعد للمرحلة الثانية والنهائية للتحكيم. المرحلة الثانية من التحكيم نقدر نعتبرها كانت عبارة عن قائمة مختصرة بالأسماء.
في الفرع ده كان فيها خطوه مهمه جدا لابد ان احنا نذكرها، وهي اجراء مقابلات شخصيه مع الاطفال، لانه كان لابد من اجراء حوار من قبل اللجنه مع الطفل، تشوف الاداء بتاعه، تقرا الاعمال، هو في قصه وفي شعر وفي كتابه مسرحيه وفي عزف، لابد ان اللجنه كانت تتاكد انه ما راته بدايه في المرحله الاولى موجود على فلاش او على فيديو، انه الطفل ده هو اللي فعلا اللي عمل ده. عشان كده بقول لما بيتكلم على ابلكيشن او على انه ده اللجنه قعدت تعمل يعني حوار وتاكدت انه هذا التطبيق من اعداد اياد. في النهايه كان لابد من اختيار مبدع صغير واحد في كل فرع، لكن انا الحقيقه اعتقد انه كل من شارك في هذه الجائزة هو فائز. صحيح. لأنه المشاركة في جائزة بهذا الحجم وبهذا المستوى وبهذا التفرد ووصولهم أصلاً للمسابقة ووصولهم أيضاً ده الحقيقة بيعتبر إنجاز كبير جداً. في النهاية فائز، لكن ده لا يعني على الإطلاق أن هناك كثير من الأعمال المتميزة الأخرى، أنه ده حافز لأن احنا نتقدم في أعوام القادمة بإذن الله. هذه الجائزة مستمرة إلى ما شاء الله. دعوة للأطفال اللي لم يشاركوا هذا العام إن هم يشاركوا في الأعوام القادمة. يعني الحقيقة أنه أنا بعتبر كما ذكرت أن الكل فائز اليوم. صحيح عندنا 17 اسم هم اللي أعلنوا كفائزين، لكن كل من حظى بشرف المشاركة في جائزة الدولة للمبدع الصغير كان فائزاً، ويكفي أنه دخل في منافسة شريفة مع أقرانه في الفئة العمرية اللي نافس فيها، واستشعر يعني إيه جو منافسة، استشعر يعني إيه جايزة الدولة. والحقيقة أنه أعتقد السنوات القادمة هتشهد إقبال أكتر إن شاء الله. السنة الجاية هيكون الفترة الزمنية المتاحة للتقدم أكتر من السنة دي. نأمل أن الظروف، وإحنا لا ننسى أننا في ظروف استثنائية، إحنا نعيش في كورونا وتؤثر على كافة مناحي الحياة، بإذن الله يعني تزول الغمة العام القادم إن شاء الله. كان في ظروف امتحانات في الفترة اللي أعلن، كانت في مارس إبريل مايو، دي فترة كبيك بالنسبة للطلاب. مع كل ده إقبال كان متميز. لما بنقول 4300 لا، الحقيقة ده مش رقم بسيط، ده رقم يعتبر جيد جدا في ظل الظروف اللي بنتكلم عنها. كل المحافظات كمان يعني ده كل المحافظات يعني. اشتركت مصر كلها من أقصاها إلى أقصاها. قصور الثقافة كان لها دور، قصور الثقافة طبعا كان لها دور مهم جدا، لأننا في بداية الإعلان كان مطلوب هو إرسال الأعمال بالبريد أو أن يأتي المتقدم شخصيا إلى مقر المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة. لكن الحقيقة بعد فترة وجيزة جدا احنا يعني وجدنا أن هناك رغبة من الأطفال أنه إن احنا يعني نيسر الأمر عليهم. والحقيقة أن القرار اتخذ في أقل من ساعة، يعني معالي الوزيرة وافقت مباشرة على أنه يتم التنسيق مع قصور الثقافة. تم اختيار المراكز اللي بتمثل ثقل في اقاليمها، اللي هي تقدر نقدر نعتبرها مراكز تجمع الاولاد، بالظبط، والاولاد يروحوا مباشره يقدموا اعمال كانه بيروح للمجلس الاعلى للثقافه في القاهره. أصاب حد فتحنا المجال ايضا في القاهره، بقى في المركز القومي لثقافه الطفل في الهرم، بقى في الحديقه الثقافيه في السيده زينب، تعددت المنافس، وبالتالي تم تجميع الاعمال من كل المحافظات، وفي النهاية تم تجميعها قبل الفحص والتحكيم في المجلس الأعلى للثقافة. فعشان كده بقول لحضرتك أن الـ 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 الأعداد تعتبر متميزة جدا، ولا ننسى أنه الفروع نفسها ليست سهلة. احنا لو خدنا العزف على سبيل المثال، الآلات اللي كانت محددة هذا العام كمان وتشيلو، يعني ما هياش آلات يعني. ما هياش آلات يعني تعتبر من الآلات السهلة في أدائها. ف
واضعين كل هذه العوامل في الاعتبار، اعتقد ان الاعداد كانت جيده جدا، فاقد التوقعات، وفي ظل الظروف الحقيقه اللي كانت موجوده اعتقد ان هي كان يعني كان ممكن تبقى اقل من كده، لكن ان شاء الله احنا متوقعين انه السنه الجايه والسنوات التاليه باذن الله هتشهد اقبال اكبر من قبل كل الاطفال في مصر. وبننتظر باذن الله سنه ورا الثانيه نشوف مبدعين جمال زي دول، لان هم دول مستقبل ابداع مصر في كل المجالات. صحيح. ان شاء الله احنا بنقول لهم تصبحوا على خير بقى، خلاص انت اياد الدنيا عندك حر جدا. اياد نام نام يعني. تصبح على خير يا اياد. اللي نام واياد الدنيا عنده حر. تصبح على خير ويوسف. مبروك. تصبح على خير والف مليون مبروك ليكم. اليوم كان طويل عليكم. ال 13 طفل و 13 اسره تانيين برضو اللي اولادهم كسبوا النهارده في جائزه الدوله للمبدع الصغير. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور هشام، الف مليون. شكرا لحضراتكم. واخر حاجه لو سمحتوا لي انا هقول ان الولاد دول لن تكون النهايه باعلان الاسماء اليوم، سيكون هناك رعايه شامله لهؤلاء المبدعين من خلال كل قطاعات وهيئات وزاره الثقافه، كل في تخصصه، سواء كانت في دار الاوبرا، في قطاع الفنون التشكيليه، في الانتاج الثقافي، في اكاديميه الفنون، حتى بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات ووزارات اخرى فيما يتعلق بتطبيقات والابتكارات الالكترونيه وتكنولوجيا المعلومات. مش جاهزه وخلاص، ده لا لا بالظبط كده، علشان كده يعني وهم النهارده وصلت لهم هذه الرساله ان هيكون في تواصل معاهم لابلاغهم عن الخطوات القادمه. وده المهم فعلا الاستمرار. شكرا وكل التقدير للدور الكبير ده دكتور هشام عزمي امين المجلس الاعلى للثقافه، شكرا على وجودك معانا، شكرا للاطفال اللي كانوا معانا، لوجين ويوسف واياد، ومبروك نورتونا، والف مليون مبروك. شكرا يا عمرو، الف مبروك، تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.